يا شمس مخنوق وعاوز اتكلم معاكي. افتحي افتحي يا مرة. اقولك غاروا فين دول؟ زخ يا زخ. ايوه يا سيدي. جاتلي اوى فين ستك؟ طلعت هي وست ليلى راحوا بيت سيدي همام يا سيدي. طب غوري حتى مرتي وبنتي ماليش حكم عليهم يا همام. همام بنت اهي رجلها مكسوره. اللي عمل فيها كده؟ والد عمك شافها طالعه كسر رجلها وانا جبتها وجيت من وراه. ما هطلعش تاني يا خال غصب عني. اسم الله يا حبيبتي. جبتيها وجيتي ليه يا شمس؟ يا بنت تروج وتتجوز يا تموت وتدفنها. بالعجل يا شمس مش كده؟ اسمع يا همام لا انا ولا هي هنرجعوا البيت اسماعيل تاني. معاكي حق. اخرس انتي. ترضاها لي يا شمس؟ اقول والد عمك ايه؟ اقول له مرتك وبنتك طلعوا من بيتك من وراك وجم قعدوا عندي هنا تركبين العيبه معاه دي؟ العيب؟ لا ارضى لك والد عمك يموت بالتخمه. ارضى لك نضرب ونتهان عشان حاجه بتاعت ربنا. الراجل معذور يا شمس. معذور؟ ايش هاد يا صالح؟ ليه ذنب رفع يا بنتي همام؟ حاجه كتبها ربنا علي. اصبر واقول يا رب ولا سيبه يموتها؟ يا بنت ابويا انت وبنتك فوق راسي من فوق بس بالاصول. اصول؟ خلاص يا اخوي اشيل بنتي واروح بيها في اي مكان ما دام بيت اخوي ما عرفش اخشه غير بالاصول. ما فهماش الحديث ليه؟ ما حدش عاوز يفهم ليه؟ مالكم؟ روحوا يما لحسن ابوي يزعل. كمان يا همام شمس جايه وبنتها مكسور وانت هتقول اسماعيل بدل ما تخيبه. اخيب واغلط ومات بس ومرته وبنته في بيته هما غلطوا طلعتهم دي. ليلى ليلى عيانه مش دريانه بالدنيا واسماعيل مش هنسيبها لحد ما يجيب اجلها. خلاص حكمت انت وهي هتشاوروني ليه؟ اعمل اللي انتوا عاوزينه. ابوك هيحبك يا ليلى. يلا يا بنتي ندمي على العبيد يا صالحه يشيلوها معايا. روحوا ندور على حته تشيلنا ولا هتنجليها من هنا. ربنا يهدي.